اول ضيف عندي كان رئيس رابطه السواقين التاكسيات البيضاء في مصر. قلت له تعالى يا عم، انتوا بتقولوا عندكم مشكله، كان في مشكله في التاكسي الابيض، الاعلانات والقروض والكلام ده، وكانوا بيكلموني كصحفي مدهوشين. فانا مش عايز مسؤول، انا تعالى اقعد قول لي الكلمتين. هنا انا بشكر كل سائقي التاكسيات في مصر، لان هم عملوا لي شهره غير عاديه للبرنامج. ولما تركب اي تاكسي لحد النهارده بعد مرور 12 سنه لازم يشغل خير على الراديو. المهم بعد شهر لقيت مثلا ازور اصحاب، اقابل ناس يقولوا لي انت عامل برنامج على الراديو مكسر الدنيا. بس انا مش حق يعني، لازلت برضو راكب العربيه اللانوس ورايح على القهوه والكلام. في يوم الساعه 3 بالليل اتصل بيا نائب محسن جابر، استاذ محمد مساء الخير حضرتك صاحي؟ قلت له اه، بس حضرتك بتكلمني 3 فجاه. لا عرف لي بنفسه، ما كانش معاه رقم. قال لي اول حاجه انا بستسمح حضرتك، حضرتك رايح الراديو بكره الساعه كام؟ قلت له كذا. قال لي عد عليا نشرب فنجان قهوه مع بعض. فقلت هو هيسحب التليفون ولا هيعمل ايه؟ معرفش، انا جديد. فلقيته استاذ هشام الجزار الله يمسيه بالخير. فقلت له حاضر هاجي لك بكره. قال لي رحت له، قال لي انا كنت سهران امبارح في المكتب فلقيت الشباب اللي في غرفه عندهم بيطبعوا يعني الاتصالات والرسائل والكلام، جايب لي ملف كبير كده. قال له ده، قال له في برنامج نزل على راديو مصر، ده الشغل بتاعه في الاسبوعين اللي فاتوا. قال له واحنا كسبانين قد كذا. مش متعود على الارقام ده هو. قال لي انت عارف الحسبه ازاي؟ قلت له ولا اعرف اي حاجه. هو اتحاد الاذاعه والتلفزيون بعتني عندك اخد رقم التليفون. فقال لي احنا هناخد التلت، واتحاد الاذاعه والتلفزيون بياخد التلت، وانت وشركات الاتصالات صاحبه التليفون بياخدوا ايه؟ التلت. ولقيته راح مطلع لي شيك ب 3000 جنيه وده كان رقم كبير جدا. قلت له ايه ده؟ قال لي ده دفعه تحت الحساب، ولو احتجت اي فلوس في اي وقت عد عليا.